سلام البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. هذا النهار نهار جديد عند ولدي في المدرسه اللي عنده 5 سنين، وبنتي الكبيره غادي تمشي دير غير واحد الساعه تشوف المعلمين وتجي. غادي نوجدوا له الموتيله ديالو. هنايا دايرين بوكادياس ديالو، بوكاديو، قريعه الماء، وهادو الكاغيت ديال هادو يخليهم في المدرسة، هادو حتى هادو خليهم في المدرسة، واحد السموية ديالو. هاد السموية نسيت ما حطيتهاش هنا، خليها هنا غنحشيها غير هنا ان شاء الله. هاديك هي جات، هي هانتوما معنا ان شاء الله. انا وصلت لولدي الصغير، دابا هما الكبارين هنايا. جيت نشوف الكبارين ندخلو معاهم في كلاسي. ميزة شميزة. وصلت الدراري للمدرسة ودابا جاية للدار باش نوجد معاكم ان شاء الله واحد الغريبة ديال الكوب والسميد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وحقيقة هاد النهار غير مشاو شافو صافي، ما دابا كتبة لا يعني حتى نهار الخميس. وحده غتبدا الثلاث وحده الخميس، عاد تما يديو الكتوبه مزيان. اما ولدي بدا الصغيور بدا الخميس، الخميس اللي فايته هو ما داش الكتوبه، باقا عاد الكتوبه قالوا لك باقا عاد وما جاوش، عاد طلبناهم باقي عاد ما وصلوناش. هانتوما معنا ان شاء الله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما معنا، عندنا كاس ديال الكوك، عندنا كاس ديال السميده، عندنا لافاني والزا، عندنا سكر كلاص مطحون مزيان ولا ماركه سبيسيال ديال سكور كلاص، عندنا جوج بيضات، عندنا معلقه كبيره ديال السكر، عندنا معلقه كبيره ديال كونفيتور، وعندنا قبصه ملح، وعندنا الزيت نص كاس ديال الزيت. نبداو على بركه الله. كان ممكن تعوضوا اللافاني، تعوضوها بالقشور ديال الليمون، واحد الزا. نبداو على بركة الله. نهزو جوج بيضات، بيضات يكونوا صغارين، جوج مويان، ماشي صغارين ماشي كبارين، جوج. مع ديك المعلقة ديال السكر كنحركو مزيان. كنزيدو نص كاس ديال الزيت، مهم كاس ما عامرش الزيت حتى لهنا، خليت منه. كنحركو مزيان، كنديرو قبصة ملح باش ما ننساوهاش، قبصة ملح، قبصة قليلة. كنزيدو المقادير اللي عندنا، كنزيدو الكوك، هاد الكوك عافية زوينة. وكنزيدو السميد، السميد شوية بشوية باش ما تجينا شي دايرة. السميد ممكن أننا نزيدو على حسب السميد، كل واحد وطريقة فهمتو كيفاش. السميد أني دابا خاصني نزيد واحد شوية ديال السميد، شي لابد كاس، ولكن على حسب كيفاش غتجمع لكم هاد الحلوه. كنزيدو معلقه ديال هاد الكونفيتير،
نبقاو نخلطو. كنزيدو السميد شويه السميد، كنديرو سكر لافاني، لافاني نديروها كامله، لافاني كتبنن، وكنديرو تقريبا مهم نص ديال هادي، هادي فيها 15 غرام، نقولو 8 غرام اللي غديرو نتوما، نص ديالها 8 غرام. صافي كنبقاو نجمعو. كما قلت لكم راه ماشي لابد السميده، السميده ديرو كاس على حساب السميده، على حساب شحال غتجمع لكم السميده. تكوروها باقا عاد خاصها كنبلطها. ها هي العجينه ديالنا بعد ما جمعناها، دابا غنكوروها وندوزوها في سكر كلاص. كنبقاو نكوروها ونغطسوها في السكر سكر كلاص. حاولوا ما امكن تخليو من تحطوها خليو المسافه بيناتهم، حيت دغيا حيت فيها الزا، دغيا قلت لكم الزا الخميره الكيماويه دغيا كدير كتنفخ. هانتوما كنكوروها هكذا، كندوزوها في سكر كلاص وكنحطوها. كوروها ندوزوها في سكر كلاص ونحطوها، ولما نساليو الكميه اللي عندنا ندخلوه الفران. خليته سخون، غادي نديرو على درجه حراره 180، غنشعلو الاول من الفوق، نلقاها مطرطقه لي من الفوق، عاد نشعلها من التحت. وها نتوما معانا، هاهو بعد ما خرجناه من الفران، ودابا ان شاء الله غادي نديرو معكم طبق التقديم. هذه هي الحلوه ديالنا، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، جات زوينه بزاف. كنتمنى يعجبكم الروتين ديال هذا اليوم وفيديو ديال هذا اليوم. اذا نال الاعجاب ديالكم بحال ديما ما تنساونيش بلايك وسبسكريبير ولي كومونتير، وجربوا هذه الحلوه كتجي زوينه زوينه بزاف.